نور مصر كلها وينور الدنيا كمان. رسالة خير ان هو جاي مع الدفء والحنان برضه، ان المسلم هو اكل مسيح والمسيح هو اكل مسلم، يعني جنسية واحدة، مصري هو المصري وهي حنية مصر. والراجل ده يشكر برضه ان عنده شيء من حنية مصر، ده دليل ان المسيحية لا مؤاخذة كلها خير برضه، ما فيهاش شر، ملهاش علاقة. هو في أي وقت ينزل مصر أمينة، وبالنسبة له تعتبر بلده التانية. يعني مصر بترحب بالناس الكويسين المحترمة، وده يعني مكسب لينا في الظروف اللي احنا فيها دي. محبة في مصر، جاي مصر محبة في مصر والإخوان المسيحيين عشان يأذرهم في اللي حصل. والراجل قال لك مهما هتحصل أي حاجة في مصر أنا مش هقطع الزيارة نهائي. اتمنى تكون مثمره باذن الله، ويكون في اضافه جديده بالنسبه للاحداث اللي بتحصل، بحيث ان شاء الله الوضع يكون احسن باذن الله تعالى. من وجهه نظري جاي مصر ليه؟ يعني ممكن تكون الاحداث اللي فاتت اللي حصلت ديت، فجاي تهدئه الاوضاع، او جاي مثلا ان هو يشوف ايه التطورات اللي حصلت وكده. شايف ان هو جاي يزور مصر عشان يواجه رساله ان اللي حصل في مصر ده مجرد حادث عابر بيحصل في اي بلد في العالم، فدي حاجه بتحصل في اي بلد في العالم. فهو جاي عشان يثبت ده ان عادي، ان مصر ممكن اي حد يجيها عادي دلوقتي. وبابا فاتيكان بيحاول يثبت بنفسه كده. ما يرحبش ليه؟ يعني الشعب المصري معروف ان هو يعني بيتقبل اي حد يجي، يعني واهلا وسهلا باي ضيف. زياره جميله ومستحبه، يعني ما فيهاش اي مشكله يعني. وطبعا احنا اخوه، طبعا احنا والاخوه المسيحيين عادي، يعني مش شايف فيها اي حاجه، يعني مش شايف فيها اي، لا محبه جميله، وربنا يديم الاخوه بيننا وربنا يهدي البلد. والله ربنا يعم الرخاء على البلد يعني، والاحوال تتحسن عن كده يعني.